أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترع لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فأخذ ليعطي ويعطي ليأخذ بقانون معمول به منه سبحانه وتعالى، ألا وهو قانون الأخذ والعطاء. هذا قانون الأخذ والعطاء قانون معمول به من الله سبحانه وتعالى، وهو من السنن التي وضعها في الأرض. من القبيح، بعد هذه المقدمة، من القبيح جدا أن ينسى الإنسان عيوب نفسه وينظر في عيوب الآخرين ويتتبع عيوبهم، فلو أبصر الإنسان عيوب نفسه لاشتغل بها وأصلحها والتهى بها عن عيوب غيره من الناس، لأن الإنسان مطالب بإصلاح نفسه أولا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هذا الخطاب الأولي. يقول الشاعر: المرء لو كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. هذا بالنسبة للإنسان المبتلى بالأمراض الجسدية. إذا إنسان عنده مرض جسدي، مريض جسديا، له مبتلى بمرض، هذا الوجع يعني المفروض هو يروح لعند الحكيم مثلا، لعند الدكتور، يعالج نفسه، يأخذ دواء حتى يتعالج. شأن العيوب النفسية شأنها شأن الأمراض الجسدية، كما الأمراض الجسدية تحتاج إلى معالجة، وكذلك الأمراض النفسية تحتاج إلى معالجة. بين هلالين أنه حتى الكذب هو مرض نفسي، الغيبة مرض نفسي، النميمة هذه أمراض نفسية. هذه صح أنه هي ذنوب معاقب عليها الإنسان، ولكن تصنف بدائرة الأمراض النفسية. وقد يكون انشغال الإنسان بعيوب الناس والتحدث بها بمثابة ورقة التوت التي يحاول الإنسان بهذه الورقة أن يستر عيوب نفسه وأن يفضح عيوب الآخرين. ومثل ما أنت عندك حسنات وعندك إيجابيات، الناس عندها أيضا إيجابيات وعندها حسنات. مثل ما أنت بتفكر إنه الناس عندها عيوب، أنت أيضا الناس بتفكر فيك إنك أنت عندك عيوب. لذلك كما أنت تملك اللسان للتحدث عن عيوب الناس، الناس تمتلك الألسن لتتحدث عن عيوبك. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. فكم من أناس لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكرت الناس عيوبهم، ذكرت لهم عيوبا. الناس بتطلع لك من تحت الأرض عيوب وبتلزقها فيك. يعني بس لما الإنسان ببلش بده يكب حرام بالمجتمع، بصير يعني عندما يفتقد الإنسان ميزان التقوى وميزان الورع وهذه الموازين والقيم والأخلاقيات بيفقدها الإنسان، خلص يعني ما بيعد في يعني شيء يمنع أو رادع يمنع. وكم من أناس كانت لهم عيوب فكفوا ألسنتهم عن عيوب الناس فكفت الناس ألسنتها عن عيوبهم. من سعادة الإنسان أن ينشغل الإنسان بعيوب نفسه عن عيوب غيره. تلاحظ في سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا دائما يحذرون شيعتهم ويحذرون الناس من هذا الذنب العظيم. هذا ذنب عظيم انك تيجي انت تحكي بعيوب الناس وتفضح الناس. شوف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا تطلبوا عثرات المؤمنين. الانسان مش معصوم، الآية القرآنية تقول: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان معرض، وتحدثنا عن موضوع التوبة وأنه الإنسان معرض للخطأ، معرض للزلل، معرض ولكن أنت كإنسان مؤمن ملتزم بنهج أئمتك صلوات الله عليهم ينبغي عليك أن تتخلق بأخلاقهم. شوف الحديث: لا تطلبوا عثرات المؤمنين فإن من تتبع عثرات أخيه المؤمن تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته فضحه الله ولو في جوف بيته. إذا أنت بدك تتبع عثرات المؤمنين وبدك تحصي عليهم الذنوب وبدك تحصي عليهم الأخطاء وبدك تفضحهم بالمجالس وبدك تحكي عليهم بالسهرات وتوسع الدائرة، الله سبحانه وتعالى بيفضحك حتى ولو أنت داخل بيتك. يعني من يتقصى عن عيوب الناس ويحصي عثرات الناس ويسأل عن عيوب الناس. في ناس هي شغلتها هيك، يعني فلان شو صار معه، شو عمل، شو سوى، شو كذا، معقولي كذا، ما هذا كله الكلام. وهل يكب الناس في النار إلا من حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان يحتاج إلى ترويض وإلى تأديب. الله سبحانه وتعالى هو المنتصر للإنسان المؤمن، هو المنتقم للإنسان المؤمن. عندما تتبع أنت عثرات المؤمنين وتفضح يعني أخطاءهم في المجتمع، الله سبحانه وتعالى يفضحك ولو في جوف بيتك. لذلك في الحديث الآخر بيقول: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. شوف يوم القيامة قديش الإنسان بيكون شريط الأعمال، أعمال الإنسان، حياة الإنسان كلها تعرض كيف الشريط الفيديو مثلا بيعرض اللي صار امام الاعين امام الناس في مشهد يوم عظيم. فكذلك الامر، في عندك ذنوب، في عندك عيوب بهذا الشريط، الله سبحانه وتعالى يستر عيوبك في تلك الساعة عندما تستر أنت عيوب أخيك المؤمن في الدنيا. من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ومن رأى من أخيه المسلم عيبا فستره عليه أدخله الله الجنة. شوف، أحيانا دخول الجنة لا يحتاج إلى كثير من التعب ومن العناء، طبعا احنا مكلفين بتكاليف، ولكن أدخل الله بين هلالين الشيء بالشيء يذكر. يعني أدخل الله النار امرأة في قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من قطات الأرض، فأدخلها الله النار. ولذلك عمل واحد يمكن كفيل بأنه يدخلك الجنة، لأن المؤمن للمؤمن حرمة عند الله سبحانه وتعالى. قد حرم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان المؤمن يتهم المؤمن الآخر، الإنسان الآخر يتهمه بأشياء مثلا هو مش عامل، حتى لو كان عاملها يجب عليك أن تستره، فكيف إذا هو مش عاملها بالأصل؟ شوف، نحن عندنا مثلا بمجتمعاتنا مثلا يعني كثيرا ما نتهم بعضنا البعض على الشبهة. مجرد ما تشتبه أنت بشيء مباشرة بتصدر حكم. عندنا رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أتت امرأة، شوف هذه الرواية وشوف دقة المفاهيم الدينية. أتت امرأة إلى أبي الحسن عليه السلام، قالت له: يا أبا الحسن طهرني. قال لها: ما فعلت؟ قالت له: زنيت. عندنا بالفقه الإسلامي أن الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول إقرار من المذنب، أنه الإنسان المذنب يقر على نفسه 4 إقرارات، والطريقة الثانية أن يشهد عملية الزنا 4 شهود، والشهود لهم شروط أن يكونوا من العدول، ولها تفصيل في محله. فأتت هذه المرأة قالت له: يا أبا الحسن طهرني. قال: ما فعلت؟ قالت له: زنيت. أعرض عنها الإمام، فأتت إليه من الجهة الثانية قالت له: يا أبا الحسن طهرني. قال: ما فعلت؟ قالت له: زنيت. أعرض عنها الإمام في المرة الثالثة. في المرة الرابعة أقرت على نفسها 4 إقرارات. قال لها: يا أمة الله أتعلمين ما الزنا؟ أنت بتعرفي شو أنت عم تعرفي حالك شو عم تحكي؟ ما هو الزنا؟ قالت: نعم. قال: ما هو؟ قالت: هو الذي يوجب الغسل الشرعي. قال: وبعد؟ قالت: هو الذي يوجب الحد. قال: وبعد؟ قالت: هو كالذي يكون بين المرء وزوجه. قال: وبعد؟ قالت: هو كالميل في المكحلة. ثبت عليها الحد. أمرها أمير المؤمنين بأن تغتسل غسل الموتى، وأن تلبس لباس الكفن، ودعا الناس لإقامة الحد. فأتت الناس، أنتم بتعرفوا الناس عندما تكون هناك تهمة على شخص أو حكم على شخص، الناس خلص يعني تجردت من الرحمة ومن الشفقة ومن الإنسانية ومن الأخلاق. أتت الناس وكل واحد يمتلك لسان يعني بتحدث عنها بالسوء وكذا. نظر إليهم أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الإمام العظيم الذي كان في ساحة المعركة، عندما يأتيه المبارز ينظر إذا كان في صلبه، في صلب المبارز سيخرج رجل صالح، ما كان يقتله الإمام عليه السلام، كان يتركه. نظر إليهم قال لهم: من لم يكن عليه لله مثلها. وفي رواية ثانية: من لم يكن عليه لله حد. هذا اسمه حد، عقاب. من لم يكن عليه لله مثلها فليأتي ويرجم. فرجع الجميع إلا علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم، ورجمت هذه المرأة. هذا الحكم حكم الله. جلس أمير المؤمنين على شفير الحفرة وبكى. سألوه: تبكي يا أبا الحسن وقد زنت؟ قال: إني أشم رائحتها في الجنة. هذه ماتت عن توبة، تابت إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك من اتهم، أنا هذا الشاهد بالموضوع، أنه الاتهام، اتهام الإنسان المؤمن من الجرائم ومن الكبائر. ولذلك جعل الفقهاء الاتهام، عندما تتهم إنسانا مؤمنا خاصة بجريمة مثل هذه الجرائم، لها حد القذف. إذا أتوا 3 شهود مثلا، شهدوا 3 شهود على عملية زنا مثلا والعياذ بالله، هول الشهور الثلاثة اللي اجوا شهدوا يجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. شوف الحديث شو بيقول: من اتهم أخاه المؤمن في دينه فلا حرمة بينهما. انت عم تتهمه بدينه. وفي حديث آخر: من اتهم المؤمن، إذا اتهم المؤمن أخاه المؤمن بذنب أو بمعصية من دون دليل ولا برهان، ذاب الإيمان من قلبه كما يذوب الملح في الماء. انت عندما تتهم إنسان مؤمن من دون دليل ومن دون، حتى لو شفته ممنوع تحكي. عندما توجه الاتهام والافتراء للإنسان: يا أخي هذا أليس أذية له؟ أذية الإنسان المؤمن جائزة بالدين الإسلامي، جائزة بالأديان السماوية، جائزة بالأحكام الوضعية، حتى الأحكام الوضعية. هل من الجائز أن تؤذي إنسانا؟ يا أخي مش أذى، أكثر من أذى. نحن بعيدون عن هذه الأحاديث وعن هذه الآداب وعن هذه الأخلاق وعن هذه السلوكيات. نحن فاكرين الدين هو عبارة عن صلاة والصيام وانتهى الموضوع. الدين ليس صلاة وصياما فقط، هي من العبادات. إن قبلت الصلاة قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. ولكن شوف هذا الحديث: من نظر إلى أخيه نظرة، طلع فيه نظرة، من نظر إلى أخيه نظرة فيها إخافة، نظرة عم تخوفوا فيها، لهذا المؤمن لا يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. هذا لا يستظل بظل الله. انت عم تخوف إنسان مؤمن. إذا النظرة فيها إخافة فيها عقاب إلى هذا الحد، فكيف بالأذية؟ من آذى مؤمنا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى مؤمنا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة والإنجيل والفرقان. والآية تقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالقضية خطيرة جدا. الله سبحانه وتعالى بالمرصاد: لا تكشفن مساوئ الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك. أنت أيضا عندك عيوب، كل الناس عندها عيوب، المعصومين عن العيوب وعن الأخطاء معروفين منهن عددهم وأشخاصهم، وإلا كل الناس معرضة. يعني عيوب الناس على نحوين، النحو الأول إن كان مستورا، هذا حكم فقهي، هيدا إن كان مستورا لا يعرف شيء عنه عن معاصيه وعن عيوبه، إذا وقعت منه هفوة أو معصية أو زلة لا يجوز هتكها ولا التعريف بها ولا أن تكشف هذا الذنب. وإذا كانت من العيوب المعروفة، بمعنى أنه هذا متجاهر بالفسق، متجاهر بالفجور، متجاهر بالكذا، لأنه متجاهر ممكن في تفصيل بمحله إن شاء الله نوفق لتوضيح الموضوع، أن تتحدث بهذه المعصية. يعني مثلا افرض أنه هذا الإنسان يعاقر الخمرة مثلا، تتحدث بهذه النقطة لأنه كل الناس بتعرفها، بس ما فيك تقول عنه مثلا أنه كذاب مثلا وهو لا يكذب، أو أنه سرق وهو لم يسرق، أو أنه زنى وهو لم يزني، لأنه هذا بيصير كذب وبهتان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتأدب بهذه الآداب، أن نحفظ بعضنا وأن نصون أعراض بعضنا. ستر الله أعراضنا وأعراضكم، وعصمنا الله سبحانه وتعالى عن هذه المعاصي وعن هذه الهفوات، ونسأله أن يخلقنا بأخلاق أئمتنا صلوات الله عليهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.